بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الفضيلة مجلس هيئة التحكيم، ويا أيها المسلمون أحييكم بالتحية الإسلامية، تهية مباركة، تهية الأهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسول صلواته وسلامه أجمعين. أحمده على جميع نعمه، وأسأله من فضله وكرامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. أما بعد، في هذه المناسبة المباركة أسمحوا لي أن أقدم لكم الخطبة تحت الموضوع أسر البحر في القرآن الكريم. ومن أحسن ما أنفق سوى الأنفس وتكفر في آيات الله وعجائب صنعه، والانتقال منها إلى تعالق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقته. ولهذا يكرر الله تعالى في القرآن الكريم ذكر آياته ويبديها، ويأمر عباده بالنظر مرة بعد أخرى. البحار هو آية من آيات الله وعجائب مصنوعته، المطنفات لأكثر الأرض، حتى إن المكشوفة من الأرض والجبال والمدن بنسبات إلى الماء، كجزيرة صخرة في البحر العظيم، وبقية الأرض مخمورة بالماء. ولولا إمساك ربي تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لطافها على الأرض وعلىها كلها. لو نظرنا وتأملنا إلى البحر من حيث شكله سنجد أن الله وزع البحار والأنهار بين البشرية جمعاء، حتى يجد سكان كل بلد ما يكفيهم، ويكونوا مسترون من مصادر رزقهم وغذائهم. يقول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها والأنهارا وجعل خلالها رواسي وجعل لها بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. البحر فيه أسرار كثيرة وعجائب غريبة، وثروة دفينة ومخروقة عجيبة، يبهر الإنسان بجماله ويحير العقل بسعاته وامتداده، ويلقى بامتداده. ففي آية من آية الله بالعظمى، ومخلوقة من مخلوقة كبرى، ونعمة من نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تقصى. وجعل الله بحر مادية للإنسان مركبا له يركبه بسفنه وأشرعته وخواصاته، فيبقر غبره أرحل يريد، ويحير عقل بسعاته وامتداده، ويلقى فيه من المتعة والجمال، يسرح الصدر ويجعل القلب سعيدا. وسخر له من الأرزاق العضيد والعضيد، ومعنه من الأرزاق ومعنه من الفيضان على الأرض حتى لا يتضرر من المتعة. أكل شكري الثناء بقولنا الحمد لله رب العالمين. هذا
مني والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.